السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على ما تقومون به. حياك الله يا أخي. عندي كم سؤال شيخ. السؤال الأول ذكرت شيخ أن المرأة لا تجوز أن تسافر إلى دولة أخرى دون محرم حتى لو كان مع ابنها القاصر. أيوة. طيب يا شيخ حتى لو كان للضرورة يا شيخ، يعني أنا موظف والمرأة تريد أن تزور أمها مثلا في الدولة الأخرى، فهل يجوز يعني إذا كان سبب؟ شوف يعني يا أخي الضرورة لما تقول كلمة ضرورة يدخل فيها مثل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كما هاجرت أم سلمة رضي الله عنها من مكة إلى المدينة، هذا سفر ضرورة. أخرجوهم من البلد بالقوة، هذا سفر ضرورة. واحدة يقتل، ناس تقتل فتهرب من بلد إلى بلد لأنهم يتعرضون للقتل كما يحدث الآن في الشام والعراق، هذا سفر ضرورة، هذه اسمها ضرورة. أما واحد يروح يزور أمه، واحد يروح يزور كذا، واحد يشتاق لأهله، واحد هذا يعني كلمة ضرورة لازم نعرف معناها شرعا إيش يعني ضرورة. فعلى أي حال إذا كان سفر ضرورة خلص سقط المحرم، أما إذا لم يكن سفر ضرورة فالحديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب سؤال ثاني. من المطار يعني مثلا أخوها في المطار وأنا أطلب في المطار شيء. شوف هو الحديث يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، إذا كان سفرا لا بد من محرم، إذا لم يكن سفرا فلا يشترط المحرم، بس ما في خلوة مثلا خلاص إذا ما هو سفر لا يشترط.